هو اكيد طبعا مليون في المئه ده تقاعس من الحكومه، يعني المفروض حاجه زي كده معروفه من زمان، المحافظ كان ينتبه لحاجه زي كده. يعني حرام جدا الناس اللي بتموت في الكهرباء والشوارع اللي غرقانه والميكروباصات اللي باظت، فده طبعا مسؤوليه الحكومه اولا واخيرا. يعني اللي هم بيسلكوا البلاعات الخاصه بالمطر، في بلاعات خاصه بالمطر في اسكندريه اهملوا فيها السنه دي في الصيف، هم لو منضقينها في الصيف ما كانتش هتغرق، لان كل سنه بتنزل مطره ومع ذلك بتنزل على البلاعات الخاصة بالمطر. احنا بنقول في محافظين وفي ناس مسؤولين زي المحافظ زي البلدية زي الحكومة، فتاخد بالها بقى من تاني مرة. هو الحكومة بس مش الحكومة الحالية، الحكومة القديمة، يعني هو الفكرة ان الصرف الصحي والبنية التحتية دي ما تعملش في يوم وليلة او في اسبوع او في شهر، دي حاجات بقى لها مع 10 و15 سنة، فده فساد بقى له 15 سنة. لا هو السبب بس الناس ايه عايزة تصيف، واخد بالك؟ فطبعا الناس ما بتستنى فصل الشتاء عشان طبعا تصيف صيف وشتاء، فطبعا يعني الناس لما بتصيف طبعا في الشتاء ده حاجه جميله جدا، حتى المصرف بيبقى ببلاش، يعني الناس ما بتدفعش فلوس. المفروض المحافظ يكون عنده اهميه بالصرف ويسال على ان في مطره جايه يبقى في صرف شغال ولا مش شغال، يشوف في تعديلات في الصيانه طبعا بسبب الناس الفقراء والغلابه. والمفروض برضو يبصوا للقاهره هنا، الشارع كله ما فيهاش بلالية، ما فيهوش اي مكان للصرف ابدا، يبتدوا يعني اعاده بنيه بقى في شبكه الصرف الصحي، وفي اكيد في حلول سريعه وحلول بقى على مدار مثلا سنتين ثلاثه، وفي حلول سريعه يعملوا مصبات، يعملوا يحاولوا يصلحوا المخارج الميه والحاجات دي. وبعدين ما فيش تعيين عمال النهارده، انت عين العمال اللي هم هيسلكوا، هتنزل موظفين تسلك؟ مش هتنزل، المحافظ مش هينزل يسلك، لازم عينه عمال مختصه بالنظافه. النهارده العامل اللي بيطلع والموظف اللي بيطلع مفيش بيتعين بداله، بيعيني حمله ماجستير بس، ابو فين العمال؟ محافظين يكلموا العاملين زي البلديه ينزلوا يشوفوا البلاليع اللي في قلب الشوارع دي المفروض، ولا بقى مستنيين بقى لما دي تغرق القاهره هي كمان؟